وللحديث حول معرض البحرين الدولي للطيران 2018 معنا عبر الهاتف وزير المواصلات والاتصالات سعادة السيد كمال بن أحمد محمد. مساء الخير سعادة الوزير، وبداية بعد سنوات من الخبرة في إقامة هذا المعرض، معرض البحرين الدولي للطيران 10 سنوات، ما الذي بات يمثله هذا المعرض لمملكة البحرين في يعني خارطة المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي تستضيفها مملكة البحرين على مدار العام؟ مساء الخير يا أهل أخوي. طبعا هناك عدة جوانب لأهمية معرض البحرين للطيران، ولكن رؤية جلالة الملك من تنظيم المعرض تهدف في تعزيز مكانة وموقع مملكة البحرين كبوابة لدخول السوق الخليجي. اليوم معظم الشركات العالمية تنظر إلى السوق الخليجي بنظرة أنها ما تريد تدخل هذا السوق. معظم المشاريع الاستثمارية والمشاريع البنية التحتية العملاقة تحدث في منطقة الخليج، والبحرين كعادة توفر البيئة الملائمة لهذه الشركات العالمية أن هي تدخل إلى منطقة الخليج عبر البحرين بالالتقاء في بيئة جاذبة للاستثمار بجميع صناع القرار. فجميع اليوم المصنعين في قطاع الطيران سواء كان المدني أو العسكري يأتون البحرين للالتقاء في القطاع العام والخاص في مملكة البحرين والدول الخليجية وأيضا دول العالم مختلفة. فالحمد لله نوفر احنا دائما بيئة ملائمة لالتقاء الجميع. طبعا معرض الطيران هو عبارة عن احدى هذه المعارض، هناك العديد من المؤتمرات والفعاليات تقومها مملكة البحرين، سواء كان الفورمولا 1، سواء كان ربيع الثقافة، سواء كان في الامور السياسية مثل حوار المنامة وغيرها. فالحمد لله عدة جوانب مهمة. ايضا وجود هؤلاء الضيوف وممثلي الشركات العالمية في البحرين يجعلهم يرون ويطلعون على البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار في مملكة البحرين، يجعلهم يطلعون على البنية التحتية المطورة والكوادر البشرية المتوفرة، مما يجعل البحرين طبعا دائما موقع جذاب لهم. لذلك احنا الحمد لله دائما نشوف كل معرض طيران نتكلم عن اكبر معرض طيران. 2014 كنت اقول انا اكبر معرض طيران، 16 كنت اقول اكبر معرض للطيران، والحمد لله 2018 راح يكون اكبر بكبير عن المعارض السابقه. نعم سعادة الوزير، يعني ساعات قليله تفصلنا عن هذا المعرض، انطلاقه معرض البحرين الدولي للطيران 2018، وانت تتحدث في هذا السياق، فهل لك ان تطلع المشاهد الكريم باستعداداتكم وتجهيزاتكم لانجاح هذا المعرض ويعني ليصبح كما قلت اكبر معرض حتى هذه النسخه؟ الحمد لله يعني بتعاون وتكاتف الجميع ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد رئيس اللجنة العليا للمعرض، جميع الاستعدادات كاملة على أفضل وجه. أحب أمتز هذه الفرصة أني أشكر جميع القائمين على تنظيم هذا المعرض، إخواني وخواتي موظفين في شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، قوة دفاع البحرين وأخص سلاح الجو الملكي وقاعدة الصخير، جميع من قادة وضباط وأفراد نعمل مع بعض كفريق واحد لإنجاح هذا المعرض ونحن نرفع اسم مملكة البحرين. الحمد لله إن شاء الله نهدف بكرة أن يكون يوم ناجح نتأكد فيه أن جميع ضيوفنا والمشاركين في أفضل بيئة للقيام لأعمالهم واجتماعاتهم وتحقيق الفوائد من مشاركتهم في المعرض. فالحمد لله الأمور ممتازة جدا، ونتمنى أن يكون يوم إن شاء الله ناجح للجميع. نعم سعادة السيد كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات، نتمنى لكم كل التوفيق والسداد وشكرا جزيلا لك.